أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാൻ ശ്രമിക്കാം. ഏത് കോളേജിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ദാർഹുദ. എവിടെയാണ്? ചെമ്മാട് ദാർഹുദ. ചെമ്മാട് ദാർഹുദ. നാടോ? നാട് വെള്ളില. നാട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ്. ആനന്ദത്തോടെ നമ്മൾ മത്സരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام
إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا جزء دانا جزء قد أفلح سورة سورة الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سواء علينا أجزعنا قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها حضيم وتنحت جزء وقال الذين سورة سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا أي سورة؟ سورة أي سورة؟ سورة مريم بروك صدق الله العظيم